جروب شيء هكذا كذا. طبعا يا شباب أنا جاية من أجل هذه المناسبة التاريخية العظيمة، هذه المناسبة، هذا النصر الكبير لليمن كله، شماله وجنوبه وشرقه وغربه. أنتم اليوم صنعتم الفرحة الكبرى، صنعتم الأمل، صنعتم المستقبل. أنتم صقور اليمن، أنتم جبالها، أنتم هواءها، أنتم سماءها، أنتم وديانها. أنتم كل واحد منكم يجب أن يفتخر باللحظة التاريخية التي صنعها لهذا البلد. في هذه اللحظة الصعبة التي تعاني فيها بلدنا من الحروب ومن الأزمات، قلتم لليمنيين ولكل العالم نحن هنا، نحن هنا. أنتم أبطال بكل ما تحمل الكلمة المعنى. مهما كرمكم أي أحد، مش توكل كرما، مهما أعطيناكم من تكريم مادي، مهما أعطيناكم من تكريم معنوي، لا شيء أمام تكريم الشعب اليمني لكم، أمام تكريم الشعب اليمني بالقرى، بالسهول، بالجبال، بالوديان. اليوم خلف شاشات التلفاز كلهم يهتفوا باسمكم، باسم اليمن. شكرا لكم، شكرا لكل واحد منكم، شكرا لإدارتكم، شكرا للمدرب، شكرا للأبطال، هجوم، دفاع، لاعبي وسط، كلكم كلكم شكرا 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 لكم. أنا أقول لكم أنتم مستقبل اليمن، أنتم حاضر اليمن ومستقبله، وبتعودوا للبلد بالجوائز والنياشين والكؤوس. هذه هي اليمن، لمن لا يعرف اليمن هذه اليمن، هي هذه اليمن، لمن يجهل اليمن هذه اليمن، يمن التاريخ ويمن المستقبل هذا. أما ما نمر به هذه من لحظة هو لحظة تعثر، يعني زائفة مؤقتة، كلنا سننهض كما نهض منتخب النائشيين باليمن في هذه اللحظة. شكرا لكم والله. أنا جئت لكم من قمة بالغة الأهمية، وهي القمة العالمية 17 للحائزين على نوبل السلام في المكسيك. قطعت 15 ساعة من ميريدا إلى مكسيكو إلى ميامي ثم إلى الدوحة، من أجل أن أعيش معكم هذه اللحظات وتشرفوني بأني أكرمكم. فشكرا لكم أحبائي، وأقول لكم استمروا بدعم أنفسكم، بإيمانكم بأنفسكم، بإيمانكم ببلدكم. أهلوا أنفسكم بدنيا رياضيا، ولا تنسوا التعليم. زي ما أنتم مثل ما أنتم متفوقين بالرياضة، أيضا شكم أوائل في مدارسكم وفي جامعاتكم، متفقين؟ فخورة بكم بكل ما تحمل كلمة معنى. سأعطي الكلمة بعد أخت هدي للأستاذ المدير وللمدرب، كلمة قصيرة لأني جيت فقط أسلم عليكم وأكرمكم ثم أذهب إلى المطار مرة أخرى. فأحبكم بكل ما تحمل كلمة. يا حبايبي وحبايب اليمن، تفضل يا أستاذ. الأخت توكل كرمان، المعروفة لدى العالم كله أنها هي الحائزة على جائزة السلام، ممثلة للبلد الحبيب وهو اليمن. ونحن أيضا هنا في هذا المكان نؤكد لها بأن هؤلاء الشباب هم النواة الآن للمستقبل، هم الآن النواة لمستقبل جميل لكرة يمنية متطورة وحديثة، بدعم وسخي
من الشيخ أحمد صالح العيسي الذي أوعدنا من ذا الوهلة الأولى أن يكون هذا المنتخب منتخب المستقبل. ونحن الآن هذه الأيام نعيش في فرحة كبيرة وهي مناسبة 26 سبتمبر، وما هذا الإنجاز إلا دليل واضح بأننا لا بد أن نساهم مساهمة فعالة من أجل هذه الذكرى العطرة على الشعب اليمني بكله. وسيتبعها 14 أكتوبر و 3 نوفمبر وهي الثورات اليمنية المجيدة التي جسدت روح الوطنية في عموم البلد الحبيب. اليمن بحاجة إلى العطاء الكثير منا، فأتمنى أن يلتحم الشباب ويسيروا في خطوات متتالية ببرنامج ثابت للمرحلة القادمة. ونشكر مرة أخرى الأخت توكل كرمان على هذه اللفتة الكريمة، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على رياحة عقلها واهتمامها بما يدور داخل الوطن. شكرا جزيلا. ونحن نقول لها ولليمنيين أننا من صنعاء، وكنا هدفنا على التأهل بعزيمة الرجال هؤلاء الذين يعني عانوا والذين بذلوا كل جهودهم من أجل أن يصلوا إلى هذه اللحظة، ومن أجل أن يسعدوا اليمنيين، وأجل أن يوصلوا الفرحة إلى بسمة كل يمني. فهم ما قصروا، ونتمنى من الكل، من الدولة، من الاتحاد، من الكل، من المعنيين، من رجال الأعمال، يهتموا بهذا المنتخب، لأن المنتخب هذا تم اختياره من أجل إن شاء الله أن يكون هو بإذن الله مستقبل الكرة اليمنية إن شاء الله. وقد حرصنا في اختيارنا أن نختار أفضل خامات على مستوى المحافظات الجمهورية شماله وجنوبه، والحمد لله وصلنا إلى هذا. والكل لاحظ وشاف المنتخب بأدائه الذي أكثر من رائع، بالنهجه الهجومي الذي أذهل الجميع، وبالجماعية الذي كانت مع المنتخب. فالحمد لله حققنا وتأهلنا، ومثل ما وعدنا الشعب وعدنا كل يمني حر أننا سنتأهل. الحمد لله وفقنا الله وتأهلنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذة توكل كرمان على هذه الدعوة، ونهدي الفوز هذا لكل اليمنيين داخل وخارج اليمن. شكرا. ونعود الشعب إن شاء الله نوعده أن هذا المنتخب يرفع رأسه ونتأهل إن شاء الله لكأس العالم إن شاء الله. لاعب أيمن محمد الرعوي. أيمن الرعوي. اللاعب محمد زابي وديع. اللاعب عبد الرحمن عادل الشامي. اللاعب أحمد حسن.
اللاعب محمد أحمد مهدي. Thank you.
سالم. تأكد تأكد من الصورة تأكد من الصورة